وزي كفن تبع الموجة. ام جي تفرحكم في العيد، رونديفو في رحبة ام جي ماكسي المرسى اريانا والزهور مع ام جي علوشي وقذتي بلوشي. اكزاكتومون مع ام جي، ما تحيرش في علوش العيد، على ذمتكم ان شوا كبير وانت سوغ بلاس تختار العلوش اللي يناسبك، ميزان وصوم زاد المرفق وذا كل تلقاوه. نذكر في ام جي ماكسي مرسى، ام جي ماكسي اريانا، ام جي ماكسي برو سامحني بروكسي، ام جي بروكسي دندان، ام جي ماكسي سوسا، ام جي ماكسي صفاقس، ام جي ماكسي زهور، ام جي ماكسي جابس، وام جي ماكسي جربه. مع هذا تلقاو دي برومو في قضيه العيد وكل ما تستحقوه في العيد الكبير في كتالوج سبيسيال. وبهالمناسبه ام جي تفرحكم بمسابقه بعنوان علوشي وقضيتي بلوشي. نختاروا هوني زوز حرفاء موجودين سور بلاس، ولازم يطلعوا قداش حسب رايهم ميزان العلوش قداش فيه من كيلو، وان بلوس زاد يطلعوا القضيه نتاع العيد اللي موجوده في شاريوغ قداش تعمل. هذا كل باش نلقاو سور بلاس فما مالك زمينا في ام جي ماكسي مرسى. مرحبا مالك. صباح النور جهان، صباح النور اسمعوا فينا كل موزايك اف ام. دونك كيما قلت انت كلامك كله صحيح، ما عندي حتى حاجه اخرى نجم نضيفها ابار انه بمناسبه عيد الاضحى المبارك ام جي تقدم لحرفاء مجموعه كبيره من الاغنام اللي عندها اوزان مختلفه باسعار ممتازه ومرفقه ومدروسه على مستوى الرحبه من ناحيه الاسوام. الموعد مش باش يكون كيف المرسى كهو جهان، باش نلقاو زاد الموعد في اريانا، دندان، سوسه، صفاقس، حي الزهور، جابس وجربه، حي الزهور تونس بطبيعه الحال. دونك اللعبه كيما قلت انت جهان اسمع علوشي وقلتي بلوشي، هي لعبه تعطي فيها ام جي الفرصه للحرفاء الموجودين في ام جي ماكسي بالتحديد انهم يربحوا العلوش والقضيه نتاع العيد بلوشي. اللعبه سهله برشا، زوج متسابقين يختاروهم ليكيب نتاع ام جي وبشكل كي يطلعوا الميزان نتاع العلوش وكيف كيف قيمة القضية اللي موجودة في الشاريو واللي طلع الزوز أو يقرب أكثر للسويم بتاع العلوش والقضية يروح بيهم الزوز، وهكذا ينجم يبدأ العيد على بكري. أو ميم طون جوست تنويه صغير أنه اللعبة راه بحضور عدد المنافذ جهان، مش لعبة زادة يعني مقيد العدد المنافذ شيخو كل ما هو موجود. أستاذ عبد الوهاب العبيدي كمان شغلت سعيدي فلا صباح النور مرحبا بيك. دونك زوج متسابقين موجودين بحذايا واختارهم ليكيب نتاع ام جي بحذايا علي عبد الحميد. صباح النور عبد الحميد. بخير شحوالي الحمد لله. شو تعمل في الدنيا عبد الحميد؟ نخدم خياطة. وقتاش كنت ناوي تاخذ العلوش؟ ولا مازلت مشيت اليوم برموغرو نقضي لمجي باه داكور نزلت العلوش. والقضيه كيف كنت شي خوز مع بعضهم ولا حاجه قبل حاجه؟ قضيت القضيه قبل. قضيت القضيه قبل باه. كنت حاضر اللعبه؟ اي حاضر باه. بحذايا سيدة السي علي صباح النور. شحوالي الحمد لله. شو حالك؟ والله الحمد لله. كيف السؤالات؟ وقتاش كنت ناوي تاخذ العلوش؟ لا مازلت وكباب اليوم تربح العلوش والقضية إذا كان تركز شوية إن شاء الله كل طبعا به جهين. مش مشيوا ديريكت مو تاوى للشاريو اللي موجود هوني. دونك بش نبدأ ونعطيه للسؤال، نبدأ بالعلوش. دونك مش نبدأ، شكون يبدأ قبل يحب؟ شكون يتاكي؟ هذا المنافذ يختار به سيد العبد المنافذ قال الأستاذ قال شو نبدأ بسي سي علي وسعد الحميد. سي علي به سي علي سي علي ألو نبدأ ميزان العلوش. يلا حاول تعطيني ميزان العلوش. 35 كيلو. 35 كيلو. باه نقايدو ذا 35 كيلو الإجابة الأولانية. بالنسبة للقضية 150 دينار. 150 دينار بالنسبة للقضية. باه سي عبد الحميد. العلوش. العلوش. 35. 35 كيلو. باه والقضية؟ قضية 170. 170. باه أستاذ نكملو؟ نكملو باه نمشيو معاك. حاول ركز لي أكثر سعلي. العلوش 40 كيلو. العلوش 40 كيلو قيدوا الإجابة والقضية 200 دينار. 200 دينار بالنسبة للقضية. به سعد الحميد هاي ركز شوية. 45. 45 بالنسبة 40 كيلو على 45 كيلو العلوش والقضية قضية 200 بالنسبة للقضية. أستاذ نزيدوا نكملوا نزيدوا نكملوا. خدت ساعتي نجم واحد التداخل قربته في مستوى الوزن العلوش المرة الأولى، المرة الأولى بالنسبة للقضية، المرة الثانية قربته. به ممتاز. جست مشينا على الكاميرا ولا نرجع لك سعلي. يلا القضية قبل العلوش 35 كيلو العلوش القضية 220 دينار. 35 كيلو بالنسبة للعلوش و220 دينار هكا 220 دينار بالنسبة للقضية. به سعد الحميد 36 كيلو. 36 كيلو. قضية 220. قضية 220. أستاذ نكملوا. مش مولات مش قربوا لهم شوي فهمني. بالنسبة للقضية قربته بالقداء. قربته بالقداء. بالنسبة للعلوش بالزيت
كيقول مازال مش معنا راهو يطلع في السوم. هنا انتم واش تحبوا؟ نجم تطلعوا في الميزان، نجم تطلعوا في الميزان، تطلعوا في سوم القضيه، تطلعوا في سوم القضيه. دونك هنا قربتوا مليح مليح، حاولوا ركزوا مليح مليح مليح. باهي نكمل مع سي علي. هذاك العلوشه مقابلكم ديجا. بالنسبه للناس اللي قاعده تفرج بعد شويه ان شاء الله يلقاوها على اليوتيوب الفيديو. دونك سي علي سمعت بس ايش قالك، دونك حاول اقرب شويه. العلوش 28 كيلو. العلوش 28 كيلو قضية؟ 235 دينار. 235 دينار بالنسبة للقضية. به سعد حميد. العلوش 200 و 200 ما عشر على ليش؟ لا علوش الميزان على خمسة 337 كيلو. 37 كيلو ميزان هاي. والقضية 260. القضية 260. أستاذ خويا احنا تو خاطر بالنسبه للقانون اللعبه اللي باش نحاولوا معناها ليقرب اكثر الماكسيموم هو شكون يتم الاختيار عليه. هو في حكايه القضيه معناها وصلوا عطوا البري بالضبط الاثنين مع بعض باهي، اللي هو 200 دينار باهي. بالنسبه للعلوش السيد القرب معناها في العلوش السيده 28 كيلو، الميزان العلوش هو 30 كيلو. 30 كيلو دونك على غاز عبد الحميد. مبروك على سي علي العلوش والقضية جين من أداء ام جي ماكسي. هاك سمعتوا كيفاش قانون اللعبة انه عبارة تاخذوا تساوموا بالنسبة للميزان وبالنسبة زادة للقضية. دونك القضية كما قال الأستاذ 200 دينار والميزان نتاع العلوش هو 30 كيلو واللي السوم نتاعو 399 دينار. دونك فوالا هذا بالنسبة للعبة نتاعنا لليوم. ونذكركم زادة انه الموعد باش يكون معنا في أريانا إن شاء الله بقدرة ربي نهار الأربعاء هذايا، واللعبة موجودة كما قلنا في سوسة وجربة وحي الزهور وكابس أيضا. وما ننساو زادة جهان انه تم اللعبة على الباج فيسبوك نتاع ام جي، تم اللعبة على الباج فيسبوك نتاع ام جي. اللي ما خدش لعبة معنا نفس الكونسيبت نتاع الجو موجود على باج ام جي على الفيسبوك، تنجم تربح العلوش والقضية كيف كيف. يعطيك صحة مالك، ميرسي ومبروك عليه العلوش وقضية العيد. ام جي تفرحكم في العيد. رونديفو في رحبة ام جي ماكسي المرسى اريانا والزهور مع ام جي علوشي وقضية بلوشي.